ضعف الشخصية الاعتماد على الآخرين في أداء الواجبات انخفاض مستوى الثقة تقبل الإحباط ارتفاع نسبة الحساسية للنقد كلها مظاهر سلبية مرضية ناتجة عن إفراط الوالدين في تدليل الطفل والقيام بمسؤولياته وتدخل في كل شؤونه وعدم إعطائه فرصة الاستقلالية في بناء شخصيته وقد اوضحت الدراسات النفسيه ان الاعتماديه والخوف من الاستقلال في سن الرشد يتناسب طرديا مع الاعتماديه في سن الطفوله ومن المسلم به ان اعتماد الطفل على غيره يقل تدريجيا كلما جاوز الطفل مرحله الطفوله ولكن اذا كانت هذه الاعتماديه ثابته مع كبر سن الطفل فان هذا ينذر بكارثه ويهدد بخطر كبير فعلى الوالدين مراعاه الاساليب التربويه اللازمه لضمان استقلال شخصيه ابنائهم ومنها احترام قراراتهم وانفاذها ان كانت صحيحه ولا تسبب لهم ضررا وعدم الغائها او اهمالها ومناقشتها مع بيان سلبياتها ان كانت خاطئه فالطفل يجب ان يشعر ان رايه ذو قيمه وانفراد الوالدين بالقرار واستخدام اسلوب التوجيه المباشر دائما يدمر شخصيه الطفل منحهم مساحه من الحريه في الاختيار بما يتناسب مع اعمارهم كاختيار الملابس والطعام والالعاب وتعويدهم على تحمل تبعات اختياراتهم تشجيعهم وتحفيزهم على انجاز الاعمال بصوره متكامله تتناسب مع قدراتهم واعمارهم تشجيعهم على التعبير والاستماع إليهم وإظهار الاهتمام بما يقولون، فاحترام الطفل واحترام آرائه مهما كانت بسيطة أو ضيقة الأفق سيجعل منه إنسانا يتمتع بالثقة وقادرا على طرح رأيه بشجاعة دون خوف من انتقاد الآخرين. السماح لهم بالمشاركة في تخطيط مستقبل الأسرة خاصة في الأمور التي يهتمون بها. تعليمهم كيفيه التعامل مع النجاح والفشل وان الحياه فيها الربح والخساره وان الاخفاق والتعثر لا ينبغي ان يكون نهايه المطاف